بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله قوي، وصفتين هيعجبوكم جدا. اول وصفه هنعمل الكاردون بلو، سهل قوي ما فيهوش ابدا اي حاجه، وبيستوي وخطير ومكوناته كلها بسيطه زي ما بناكله بره كده، تعمليه في البيت نظيف كده احلى بكتير. والوصفه الثانيه هنعمل مشروب الشوكولاته البارد، حلو قوي، كاكاو وفي كمان تمر وزبدة فول سوداني. بصوا مشروب كده ظريف وطعمه يجنن، وكل الحاجات فيه لايقة على بعض قوي ان شاء الله. يا رب الحلقة تعجبكم. فاصل بسرعة جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل الكوردون بلو بطريقة سهلة قوي، خليكم معانا. انا جيت هنعمل مع بعض وصفة الكوردون بلو، حلوة جدا. فراخ جبنه وبيف روستو، او ممكن نستبدلها باللانشون او نخليها جبنه بس برضو براحتكم، هقول لكم المقادير ونعملها سوا مع بعض. انا معايا صدور من الفراخ متقطعه رفيع، تمام، وتبقى ايه يعني مدقوقه عند دقها دلوقتي، هوريكم ازاي بنفتح الانسجه من غير ما نبهدل الصدر، تمام. وهنتبلها بملح، فلفل اسود، بصل باودر، ثوم باودر، بابريكا، كلها ايه توابل كده بسيطه تدي طعم حلو لصدور الفراخ. انتوا عايزين تضيفوا اي حاجه تانيه من التوابل زي مثلا بهارات فراخ او روزماري او زعتر مجفف، الحاجات دي برده بتعمل طعم حلو جدا مع الفراخ. او تستكفوا باللي انا قلت عليه، البصل البودره والثوم البودره والبابريكا والملح والفلفل. وهندق الصدر الفرخه، ومعانا شرايح من الجبنه الشيدر وشرايح من البيف روستو او الروز بيف، ده بيتباع في السوبر ماركت كده قطعيه من اللحوم البارده، حلوه جدا. او ممكن نستبدلها باللانشون، او مش عايزين تستخدموها خالص وتعملوا الجبنه شيدر بس جوه الفراخ، مفيش مشكله. والجبنه الشيدر بتاعه سندوتشات البرجر اللي بتتباع في السوبر ماركت بتبقى افضل من الجبنه الشيدر بتاعه السندوتشات دي، لان الجبنه الشيدر بتاعه السندوتشات دي بتتقطم لما نيجي نلفها، ممكن تلاقوها اتقطمت، يا اما نحط منها شريحه صغيره او مبشوره. يعني بصوا تقدروا تحشوا الفراخ اي حاجه، حتى لو شويه جبن مبشوره كده. هنيجي بقى نغلفها قبل التحمير بدقيق وبيض وبقسماط. الدقيق هنتبله بالملح والفلفل، بصل باودر، ثوم باودر، بابريكا، عشان يعمل طعم حلو للغلاف الخارجي بتاع الفراخ. ومعانا بيضه واحده هنحط لها ملح وفلفل، ومخففينها بشويه لبن، ممكن نخففها بميه بدل اللبن، وشويه بقسماط حلوين، وندحرج الكلام ده كله مع بعضه ونعمل الوصفه، وتبقى خطيره وسهله جدا جدا ان شاء الله تعملوها. اول حاجه احنا محتاجين ندق الفراخ. انا معايا اكياس ثلاجه هقصها كده عشان افتحها علشان ادخل فيها الفراخ، ولا اقول لكم استنوا؟ والله بقى هذا بقى هفتحها بقى. انا هاخد صدر الفرخه، بص هي اصلا متقطعه شريحه كده، يعني تبدو رفيعه شويه بس لازم تدق. الدقان اللي احنا هنعمله في الفراخ هيفتح الانسجه بتاعتها ويخليها وهي بتستوي ما تاخدش معاكي وقت، وتضمني انها استوت. بصوا هي كده رفعها حلو اصلا قوي. فهنفتح كيس التلاجة الحلو ده، طبعا انا عشان هدق واحده معاكم بس، لكن لو انتوا هتعملوا طبعا بقى كميه وبتاع، يبقى تقطعي كيس التلاجة ده وتفرديه وتحطي كميه الفراخ عليه، وتقطعي كيس ثلاجه ثاني من فوق تفرديه برضو علشان يبقى متغطي من فوق وتحت بالكيس، وتعرفي بقى تدقيه. انا معايا هنا المدق تقيل، هديها كده كام خبطه. استنوا لما ندق، انا هدق مش على القرمه، هدق هنا احسن عشان الصوت كده اهو، كده 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 كده. اهو التخريم اللي انا عملته في الفراخ ده هيخليها ما تاخدش وقت في التسويه، خصوصا ان احنا هنلفها، فما نبقاش قلقانين بقى انها ايه يعني تكون مش هتستوي. بعد ما اتدقت كده بقى بنفردها، وشكرا للكيس الحلو ده. ومعانا برده شرايح تانية اهو من الفراخ مدقوقه اهو، عايزين نتبلهم كلهم اهو كده، نفتحهم كده كده كده. خدتش بالي يا استاذ احمد، والله والله ما خدت بالي، لو كنت خدت بالي كنت عرفت كده اهو.
هنحط ملح وفلفل، ملح كده وفلفل اهو، والبصل البودرة على الفراخ، والثوم البودرة، والبابريكا كده تمام. ممكن اخد ايه، ناخد اي واحدة منهم، بس انا برضو عايزين نقلبهم علشان نتبلهم برضو نفس الحكاية كده، برضو بالملح والفلفل والفلفل الاسود والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا بس كده. انا هاخد الحلوة دي اهو، احطها معايا هنا في الطبق اهو زي ما انتم شايفين. ومعانا الجبنة الشيدر، هناخد منها كده ايه حتة اهو مثلا. احنا هنلفها رول ازاي؟ انا هلفها رول كده، فاحط حتة الجبنة دي. والروز بيف برضو ممكن احطها كاملة او اقطعها نصين، احنا ممكن نقطعها نصين احسن كده اهو. ونلف عليها يا جماعة ايه الفراخ زي ما انتم شايفين كده ايوه، ولو في اي حاجة طالعة كده من الفراخ ممكن ايه نزقها كده جوه زي المحشي اهو كده، وهتك كده عليها بايدي. هنلاقيها ثبتت اصلا والرول مسك نفسه، ما فيهوش ابدا اي حاجة اهو. تمام يا استاذ احمد ايوه اهو مسك نفسه، لان صدور الفراخ متبططة فرفيعه فهتلف معاكي على طول. طيب معانا بقى هنا ايه الدقيق والبيض والبقسماط، محتاجين برضو نحط على الدقيق والبيض والبقسماط والبيض واللبن، نحط الملح والفلفل ونضربهم كويس قوي قبل ما ندخل فيهم الكاردون بلو الحلو ده. ملح على الدقيق وعلى البيض باللبن، وفلفل اسود على الدقيق وعلى البيض باللبن، ونحط على الدقيق برضو بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا. نقلب كده كده، احنا ايه نكهنا الدقيق وظبطناه فيبقى طعمه حلو مظبوط في الغلاف الخارجي بتاع الكوردون بلو. والبيضة نخفقها بشوية لبن او شوية مية، عايزين بس نخفف اللزوجة بتاعتها مع الملح والفلفل كده كده كده. بس وناخد الفراخ اللطيفة دي، اول حاجة هندحرجها كده في الدقيق بالشكل ده اهو، وبعد كده البيض باللبن كده، وبعدين على البقسماط. الخطوة التانية المهمة قوي ان احنا ضروري ندخلها التلاجة قبل ما نحطها في الزيت، ندخلها التلاجة على الاقل كده نص ساعة، ده بيفرق جدا، او نحطها في الفريزر، ده بيخلي الفراخ ماسكة لما نيجي نحطها في الزيت تبقى زي الفل، ما تفكش ابدا، وهي في جميع الاحوال عمرها ما هتفك منك. بصوا هي متماسكة ازاي وزي الفل، والفراخ هتستوي وهتبقى تحفة، لان احنا ايه دقينا الفراخ كويس قوي. انا معايا واحدة هنا كده كانت في التلاجة اهو، ومعانا الزيت، ننزلها في الزيت. احنا عايزين درجة حرارة الزيت تكون متوسطة مش عالية قوي علشان الفراخ تستوي من غير ما ايه تغمق وتبقى لسه نية من جوه. خلوا بالكم الحكاية دي كده، والزيت كان سخن قوي تقريبا، بس انا هفضل ايه اتابعها، او لو لقيتيها اخدت لون على طول ومثلا لسه ما يعني ما قعدتش مثلا مدة حلوة في الزيت، ممكن ندخلها شوية في الفرن، تدخل فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص 10 دقايق تكمل تسوية، وبيطلع خطير زي اللي احنا عاملينه هناك ده. شوية كوردون بلو كده ملهمش حل وسهلين جدا جدا، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكوا خالص ان شاء الله. حاجة خطيرة بصراحة. احنا هنحمر اللي معايا دي ونحاول نقطعها مع بعض ان شاء الله. هروح بس فاصل بسرعة جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل مشروب خطير، شوكولاتة وزبدة فول سوداني، ومعانا موز حلو جدا وبارد كده ويجنن ان شاء الله. خليكم معانا بعد الفاصل.
انا جيت هنعمل الوصفه الثانيه، مشروب ساقع لذيذ بقى. يعني هو بصراحه في الصيف بقى دلوقتي وصفه المشروب دي انا حريصه جدا على ان انا اعملها في البرنامج، او السلطات، لان الواحد بيبقى يعني عنده حاله قرف كده من الحر، فالحاجات بقى دي ترطب كده وبتبقى لذيذه وتعدل المود وتخلينا كده رايقين وسقعانين شويه يعني. ها كده يعني بنحاول. المشروب اللطيف ده اسمه مشروب الشوكولاته البارد. عباره عن ايه؟ معايا تمر، تمام، تمر طري ظريف جدا. لو مثلا 3 تمرات 4 تمرات دول هيبقوا مناسبين لو هنعمل كوبايه واحده، تمام. هنكتر عن كده، يعني محتاجين نعمل كذا كوبايه، يبقى هنكتر كميه التمر. للكوبايه الواحده من المشروب ده هنحتاج 3 تمرات حلوين او 4 تمرات طريين خالص طبعا وشايلين النوى بتاعهم. معانا معلقتين من زبده فول السوداني. زبده الفول السوداني يا جماعه خطيره وحلوه جدا ونقدر نعملها في البيت. لو ما عندكيش زبده الفول السوداني، هات شويه سوداني كده متبقيين من رمضان ولا حاجه، مثلا على قد كف الايد كده، وحطيهم في الخلاط معاهم، هيعمل نفس القصه برده، هيبقى ظريف وحلو جدا. عندك زبده الفول السوداني هنحتاج منها معلقتين. وكمان معايا معلقه كبيره من الكاكاو. عايزين كاكاو حلو بقى، انواع الكاكاو اللي بتبقى كارفه دي واي كلام لا ابعدوا عنها، لانها بتبوظ الدنيا، بتبقي مكلفه المقادير وحاطه وعامله وفي الاخر نوع الكاكاو يبوظ الدنيا. فهاتوا نوع حلو كده تكونوا بتجربوه وبيفرحكم كده وبيمزجكم. ومعايا كمان لبن ساقع، كوبايه من اللبن الساقع، ساقع جدا. ومعانا كمان موزه متقطعه شرايح وسيبناها شويه كده في الفريزر، حتى شكلها مجمد وجميل، ده بقى هتدينا قوام تحفه للمشروب. وكمان التلج بتاع الموز ده هي برضو مزيد من الانتعاش مع هذا المشروب الخطير. ان شاء الله يا رب يعجبكم. في الخلاط واقلب كل حاجه في الخلاط وتبقى الدنيا زي الفل. هنحط اللبن الساقع قوي اهو، ونحط التمر، تمر طري، وزبده الفول السوداني اهو، والموز، الموز المجمد، والكاكاو بس كده. ونضرب الحاجات اللطيفه دي كلها مع بعض. احنا ما حطيناش عسل ولا سكر ولا حاجه، اعتمدنا على التمر. لو انتوا محتاجين تحطوا سكر او تحطوا عسل مفيش مشكله، ادوقيه بقى وجربي. فاحنا هنضربه الاول ونشوف ايه الاخبار. بسم الله. الله الله، اعرف العصير حلو ولا رايح في داهيه من ريحته اول ما اشيل الغطا كده. يا سلام، منعش وريحه الكاكاو حلو. الله، شكرا يا استاذ احمد. الله، تعالوا نصب بقى اهو. القوام التقيل ده اللي عامله الموز، حطي موزه في اي عصير هيتقلهولك. يا سلام عليه وعلى حلاوته، وبارد بقى مش سخن، فلذيذ قوي. معانا صوص شوكولاته، مش عارفه هل هيكون ليه جدوى في الحكايه دي. نحاول كده نعمل حركه. يا سلام، ولا بانت ولا حاجه، غطس في ال، يلا مش مهم. ممكن كنا نلحوس الكوبايه بصوص. والله يا استاذ احمد، حضرتك عبقري، حضرتك شيف، حضرتك لو كنا لحوسناها كانت هتبقى ظريفه جدا. ممكن انتوا بقى تلحوسوا الكوبايه الاول شوكولاته وبعدين تحطوا المشروب الخطير ده. ضروري تجربوه ودوقوه طبعا لو حسيتوا ان هو محتاج عسل او سكر، لان احنا اعتمدنا على السكر اللي في التمر. فانتوا برضو براحتكم جربوه، ان شاء الله يا رب يعجبكم. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض الكوردون بلو. اهتموا يا جماعه ان انتوا تدقوا الفراخ عشان تبقى رفيعه، ما تحشوهاش قوي، لفوها لفه حلوه هتمسك في نفسها مفيش مشكله. لازم تتساب في الثلاجه شويه او في الفريزر قبل التحمير، ده بيساعدها انها ما تفكش.
محتاجين الزيت يكون سخن بس درجة الحرارة بتاعته تكون متوسطة إلى هادية شوية علشان ياخد وقته في التسوية ويبقى ظريف. حسيتيه أخد لون وبقى تمام بس لسه شك إن هو لسه ناي، دخليه الفرن يكمل تسوية 10 دقايق ولا حاجة وكلي أحلى كردون بلو في البيت كده خطير. والوصفة التانية المشروب الشوكولاتة البارد الحلو ده، شوية كاكاو وزبدة فول سوداني ومعانا موزة، خطير قوي ما فيهوش ابدا اي حاجه، والتمر طبعا بيوديه في ليفل تاني كده بيخليه غني كده وجميل. يا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفات عجبتكم، جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وبشكركم جدا ان انتوا اتفرجوا عليا. تابعوني يوميا الساعه 1:30 على قناه